بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي بمدارسنا مدارس الدلتا الدولية للغات، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية يقدمها قسم اللغة العربية بالمرحلة الثانوية، ولنبدأ معا. نتحدث أولا عن نوع العلاقات بين الجمل. ما علاقة الجملة الأولى بالثانية؟ أو ما علاقة هذه الجملة بما قبلها؟ نلاحظ هذين السؤالين كثيرا، وللإجابة عن السؤالين نقول هناك علاقة تسمى بعلاقة التفصيل بعد الإجمال، علاقة التفصيل بعد الإجمال، وذلك إذا تضمنت الجملة المذكورة بيانا تفصيليا يحدد الأجزاء المتعددة للقول المجمل في الجملة السابقة عليه. فعندما نقول العلم يعالج الآفات الثلاث، كلمة الثلاث فيها إجمال ويأتي بعدها التفصيل: الفقر والمرض والجهل. إذن علاقة الفقر والمرض والجهل بما قبلها هي علاقة التفصيل بعد الإجمال. كذلك عندما نقول ونفس الشريف لها غايتان، فكلمة غايتان فيها إجمال ويأتي بعدها التفصيل عندما نقول ورود المنايا ونيل المنى، فورود المنايا ونيل المنى فيهما تفصيل وتعدد للغايتين. إذن كلمة غايتان فيها إجمال، ورود المنايا ونيل المنى تفصيل بعد إجمال للتوضيح والبيان. كذلك عندما نقول الشكل الإنساني المحبوب الذي لا يعرفه من كل خلق الله إلا في اثنين، أمه وأبيه، نلاحظ أن كلمة اثنين فيها إجمال، كلمة اثنين فيها إجمال وبعدها التفصيل أمه وأبيه. إذن أمه وأبيه تفصيل وتعدد لما أجمل في كلمة اثنين. اثنين إجمال، أمه وأبيه تفصيل بعد إجمال للتوضيح والبيان. هناك أيضا علاقة التعليل، نقول هذه الجملة تعليل لما قبلها، وذلك عندما تكون الجملة الثانية سببا في حدوث الجملة التي قبلها، كأن نقول أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. إذن علاقة الشطر الثاني بالشطر الأول، فمصر هي المحراب، هي علاقة التعليل، فالشطر الثاني سبب وتعليل لدعوة التضحية والفداء التي وردت في الشطر الأول. وإذا قلنا لماذا، نجد التعليل إجابة عن التساؤل: أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، لماذا؟ فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. إذن علاقة الشطر الثاني بالشطر الأول هي علاقة التعليل. كذلك عندما نقول فتهلل وترنم فالفتى العابس صخرة، إذن علاقة فالفتى العابس بما قبلها هي علاقة التعليل لما قبلها. تهلل ترنم لماذا؟ الإجابة هي فالفتى العابس صخرة، إذن فالفتى تعليل لما قبلها. كذلك حينما نقول أيها الطفل لا تخف عنة الدهر ولا تخشى عاديات الليالي، قيض الله للضعيف نفوسا تعشق البر من ذوات الحجال. إذن علاقة البيت الثاني
بالبيت الأول هي علاقة التعليل لما جاء في البيت الأول من طمأنة للطفل وتهدئة لروعه لما قد يواجه من قسوة الليالي. فهو إن فقد أمه فالله عز وجل سيعوضه بغيرها من النساء عاشقات البر والعطف على الصغير. إذن علاقة قيد الله للضعيف بما قبلها هي علاقة التعليل. من الممكن أن تكون علاقة الجملة الأولى بالثانية إجمال بعده تفصيل، وذلك عندما يذكر الأمر جملة ثم نقوم بتفصيله وبيان أجزائه، كأن نقول أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. إذن فكيف هذه الهداية؟ أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. نرى أن البيت الأول يتناول جملة فيها فضل الله على الإنسان بهدايته من التخبط، ثم في البيتين الثاني والثالث وجدنا تفصيلا لوسائل الهداية السماوية، وذلك عن طريق موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذن علاقة البيتين الثاني والثالث بما قبلهما تفصيل. أما إذا قلنا علاقة البيت الأول بما بعده فنقول إجمال بعده تفصيل. علاقة النتيجة، من الممكن أن تكون الجملة الثانية علاقتها بما قبلها نتيجة، كأن تكون الجملة الثانية جواباً لشرط يسبقها. فحينما نقول إذا نشر الغرب أثوابه وأطلق في النفس ما أطلق، جواب الشرط إيه بقى؟ ها، نقول. إذن علاقة نقول بما قبلها نتيجة لما قبلها، فهي مترتبة عن الجملة الأولى. نقول هل الشمس قد خضبته وخلت به دمها المهرقة؟ كذلك حينما نقول أنت لا تستطيع فصل غد عن أمس فاجمع بين ماض وآت، نجد أن قولنا اجمع بين ماض وآت نتيجة مترتبة على قولنا لا نستطيع فصل غد عن أمس. علاقة الترادف، بمعنى أن هناك جملتين بمعنى واحد بغرض التوكيد والتوضيح، كقولنا أعطني حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. نجد أن قول الشاعر أطلق يدي بنفس المعنى الذي قيل قبل ذلك وهو أعطني حريتي. إذن بينهما ترادف يؤكد المعنى ويوضحه. كذلك حينما نقول وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، نجد أن الشاعر في الشطر الثاني جاء بنفس المعنى الذي جاء في الشطر الأول، وذلك بهدف التقرير والتوكيد لشهرته وشهرة قصائده. علاقة التقابل، يكون بين الجملتين أو البيتين تقابل في المعنى، قول الشاعر لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها وأخلفت الآمال ما كان من وعدي. فالشطر الثاني يقابل الشطر الأول لتوكيد المعنى وتوضيحه. أي التعبيرين أدق ولماذا؟ لك الفضل أم الفضل لك؟
إياك نعبد أم نعبد إياك، بالله أستعين أم أستعين بالله، ما محمد إلا رسول أم محمد رسول. علينا إذن أن نختار الأسلوب الذي يدل على القصر لما فيه من تخصيص وتوكيد، سواء كان بالتقديم أو التأخير أو عن طريق النفي والاستثناء. ففي الجملة الأولى لك الفضل، فيها قصر بتقديم الخبر شبه الجملة على المبتدأ المعرفة يفيد التوكيد والتخصيص. كذلك حينما نقول في الجملة الثانية إياك نعبد، فقد قدمنا المفعول إياك على الفعل نعبد، وذلك فيه قصر للتوكيد والتخصيص. كذلك تقديم شبه الجملة بالله على الفعل أستعين، بالله أستعين، وذلك قصر للتوكيد والتخصيص. كذلك القصر في المثال الأخير، وذلك عن طريق النفي بما والاستثناء بإلا يفيد التوكيد والتخصيص. مصر للاجئين أم أم مصر للاجئين قوة؟ التعبير الذي فيه تصوير هو الأجمل، وذلك لأننا قد أضفينا عليه عنصر التشخيص لما فيه من تحويل الجماد إلى إنسان. إذن فالتعبير الأول مصر للاجئين أم هو التعبير الأجمل، حيث صور مصر بالأم مما يضفي عليها جميع صفات الأمومة من حب وحنان ورأفة وعطف وشفقة. قضى الله بالنصر أم قضى الحظ بالنصر؟ بالفعل قضى الله بالنصر هي الأجمل، وذلك بإسناد الفعل لله سبحانه وتعالى، ففيه من القداسة ما يحقق هذا القضاء، وعدم القدرة على رد هذا الفعل أو مواجهته بأي سبيل. إذا طلب منك سبب التعبير بالفعل المضارع فتكون الإجابة: المضارع يفيد الاستمرار والتجدد واستحضار الصورة في ذهن القارئ أو السامع. أما التعبير بالفعل الماضي فهو يفيد التحقق والتوكيد والثبوت. التعبير بالفعل الأمر يفيد الحيوية والإثارة. التعبير بالجملة الاسمية يفيد الثبوت والتحقق. أما تنوع الأساليب ما بين الخبري والإنشائي ففيه حيوية وقوة وإثارة وانعكاس لعاطفة الشاعر. أما التعبير بالأسلوب الإنشائي فهو دائما يعبر عن عاطفة الشاعر الجياشة ويثير الذهن ويجذب الانتباه. نعلم أن الأسلوب الإنشائي الطلبي هو الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. التعبير بالأسلوب الخبري يفيد التقرير والوصف، فهو يعبر عن حقائق ثابتة لا مجال للشك فيها. أما الأسلوب الخبري لفظاً الإنشائي معناً فيكون غرضه هو الدعاء، كقولنا جزاك الله خيراً أو رحمه الله أو رضي الله عنه. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن بعض التدريبات البلاغية. بين نوع التشبيه: كأن الليل بحر في الظلام. نجد أن أركان التشبيه قد تجمعت في هذا المثال، إذن فهو تشبيه طبع وتشبيه مفصل ذكرت فيه كل أركان التشبيه.
يزدحم القصاد على بابه والمنهل العزب كثير الزحام. هذا التشبيه هو تشبيه بالفعل، هو تشبيه ضمني يفهم من مضمون الكلام، فهنا لم نصرح بلفظ المشبه ولا بلفظ المشبه به، وإنما فهم من مضمون الكلام. أصحابي كالنجوم، نوع التشبيه، كلمة أصحابي مشبه والكاف أداة والنجوم مشبه به، إذن نوع التشبيه تشبيه مجمل. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. نوع التشبيه بالفعل تشبيه بليغ، فهو يشبه مرور الجبال بمرور السحاب. العلم مفتاح العلا، يشبه العلم بالمفتاح، إذا نوع التشبيه فعل وتشبيه بليغ. تقدم الجنود في ثوب الموت، ثوب الموت، ما نوع التشبيه؟ بالفعل هو تشبيه أيضا بليغ. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق، أنا تاج، ما نوع التشبيه؟ بالفعل هو تشبيه بليغ. سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، ما نوع التشبيه هنا؟ بالفعل هو تشبيه ضمني يفهم من مضمون الكلام، فلم نصرح بلفظ المشبه ولا بلفظ المشبه به. ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة الخطأ فيما يلي: فأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي. كلمة البحر فيها استعارة تصريحية، صح أم خطأ؟ بالفعل عبارة صحيحة، فقد شبه سيف الدولة وهو الحاكم بالبحر وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. تعتمد الاستعارة التصريحية على حذف المشبه به، صح أم خطأ؟ بالفعل عبارة خاطئة، خطأ، فالاستعارة التصريحية يحذف فيها المشبه. سر جمال الاستعارة التصريحية التشخيص دائما، بالطبع خطأ، فمن الممكن أن يكون سر الجمال التشخيص أو التقسيم أو التوضيح. يقول الشاعر: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. كل من الأنوار و الظلم استعارة تصريحية، بالفعل الإجابة صواب، صح. لماذا؟ فقد شبه الجهل بالأنوار، شبه العلم بالأنوار، وشبه الجهل بالظلم، وحذف العلم والجهل وصرح بالمشبه به الأنوار والظلم، وذلك على سبيل الاستعارة التصريحية. تمام. تعتمد الاستعارة التصريحية على حذف المشبه، بالفعل إجابة صحيحة، صح. تقوم الاستعارة التصريحية على ذكر المشبه والمشبه به، بالفعل خطأ. سر جمال الاستعارة التصريحية التقسيم دائما، فعل هي خطأ. ونرد فجرك من يد المحن متألقا كالشمس فوق الكون يا وطني. يد المحن فيها استعارة مكنية وسر جمالها التشخيص، ها بالفعل صح.
شبه المحن بإنسان له يد، وحذف المشبه به ورمز بصفة من صفاته على سبيل الاستعارة المكنية، وسر جمالها التشخيص. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فيها استعارة تصريحية حيث صور الدين بالصراط. بالفعل إجابة صحيحة، يصح. الاستعارة التصريحية تشبيه حذف منه المشبه والمشبه به. إجابة خطأ. الاستعارة التصريحية يحذف منها المشبه. رأينا أسود مصر يفترسون العدو. أسود مصر فيها استعارة تصريحية توحي بالقوة والشجاعة. بالفعل الإجابة صح. صور الجنود بالأسود وحذف الجنود وهي المشبه، وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. يقول الشاعر عن مدينته: بحبك والحب لو تعلمين ربيع الكلوب ونور المقل، وألقاك فجرا شهي الضياء يبدد ليل الأسى والملل، وحين يحاصرني الاغتراب أعانق في مقلتيك الأمل، فأنت التي تسكنين الفؤاد وكل البلاد سواك طلب. تسيطر على الشاعر عاطفة بالفعل الحب لمدينته بالفعل، ويظهر ذلك في بعض الألفاظ مثل أحبك، الحب، ربيع، نور، فجرا، الضياء إلى غير ذلك. وضح نوع الخيال. الحب ربيع بالفعل تشبيه. ما نوع التشبيه هنا؟ بالفعل تشبيه بليغ. الحب مشبه وربيع مشبه به. يحاصرني الاغتراب. هل الاغتراب عدو حتى يحاصرني؟ طبعا لا، الاغتراب ليس عدوا حتى يحاصرني. إذن فقد شبه الاغتراب بعدو يحاصر وحذف المشبه به، وذلك على سبيل الاستعارة المكنية، وسر الجمال هنا هو التشخيص. ننتقل بعد ذلك إلى بعض أسئلة القواعد. يبدو القمر بدرا، الفعل يبدو فعل مضارع مرفوع بعلامة أصلية أم علامة مقدرة أم ظاهرة أم الأولى والثانية؟ بالفعل الفعل يبدو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، إذن الأولى والثانية هي الإجابة. الضمة علامة أصلية والفعل هنا معتل الآخر، إذن فهو مرفوع بالضمة المقدرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن، ها بالفعل لن تؤمنوا حتى تراحموا، فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ضع أن أو لن أو كي أو حتى مكان النقط. الدعوة إلى الشر أبدا. بالفعل لن أدعو إلى الشر أبدا، فكلمة لن من أدوات النصب والتي تنفي الفعل في المستقبل. لن أدعو. من يزرع الشوك، ها بالفعل يجني، فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة. متى تسافر، تزداد أم تزدد أم تزيد أم تزاد؟ بالفعل تزدد، فعل مضارع، فعل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. ينتشر، اجعل هذا الفعل في جملتين بحيث يكون واجب التوكيد مرة وجائز التوكيد مرة أخرى. إذا أردناه واجب التوكيد سنقول: والله لينتشرن الحق،
وقع الفعل هنا جواباً لقسم، متصلاً بلام القسم، مثبتاً مستقبلاً. لينتشرن، وقع الفعل، وقع جواباً لقسم، متصلاً بلام القسم، مثبتاً مستقبلاً. وحينما نقول هل ينتشر أو ينتشرن الحق، سبق الفعل المضارع هنا بما يدل على الطلب وهو الاستفهام، إذن هذا التوكيد بالنون توكيد جائز. المصادر السماعية هي المصادر، نعم هي المصادر الثلاثية، وسميت بسماعية لأنها ليس لها قاعدة تقاس عليها. كلمة إغاثة مصدر لفعل، نأتي بالماضي، الماضي أغاثة، إذن هي مصدر لفعل رباعي، أغاثة، أغاثة، إغاثة. اكشف عن الكلمات التالية في المعجم. كلمة آراء مفردها رأي، إذن هي مادة رأي، تمام. الإرادة مادة، تمام، رودة. البيئة، ها، بوأ، تمام كده. إحاطة، ها، حوطة. الاهتمام، همم. رياضة، روضة، تمام. اتقى، وقي. الاشتياق، ها، شوق. السمات، وسم. السنة، السنة، سننة. المعاقين، عوق، تمام. مستقل، قال لا، تمام. العزة، عززة. التقصي، دي بقى فيها حاجتين، قاصاوة وكمان وقصية، الاثنين ينفع. كلمة التنمية برضو فيها اثنين، نموى ونميا، الاثنين ينفع. القيادة، قودة. الرخاء، رخوة. الافتراء، فريا. في النهاية نتمنى من الله عز وجل لكم جميعا التوفيق والنجاح، مع خالص تحيات قسم اللغة العربية بالمرحلة الثانوية بمدارس الدلتا الدولية للغات. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.